لاعب نجم الرياضي الساحلي. طلعت من اللي جون مع سي فوزي البنزرتي وتوا مع سي عماد. كده كان عنده إصابة رجع معنا تو مع تقريب من موسم الفارس في صنف الأكابر وعنده مستقبل كبير يلعب مدافع وسط ميدان. عماد ثلاثة نقاط مهمة برشا في الماتش هذا. أوبجيكتيف نتاعنا أن نترشحوا معناها وقدام جمهورنا إن شاء الله باش نفرحوهم إن شاء الله. ضيعنا برشا فرص وضيعنا تروا بوان معناها كنا معناها أقرب للفوز. الله غالب معناها ما حلفناش الحظ. خدمنا جمعة كاملة قدام الكاج خدمنا على نقاص اللي ناقصتنا وإن شاء الله مركزين على الماتش هذا إن شاء الله. تروا بوان مهمين برشا بالنسبة لنا الكل معناها. كما قلت لك معناها ضيعنا برشا فرص برتي ترجي معناها كنا نجمو نربح وكنا أقرب للفوز. الله غالب ما حلفناش الحظ معناها كما قلت لك وخدمنا جمعة كاملة قدام الكاج خدمنا على نقاص اللي ناقصتنا خدمنا على ليباليريتي خدمنا إن شاء الله الماتش هذا باش حشنا بتروا بوان مهمين برشا وإن شاء الله باش ندخلوا مركزين كما يلزم وإن شاء الله باش نفرحوا جمهورنا إن شاء الله. ضيعنا تروا بوان في رادس الجمعة اللي فاتت كونتر الإسبيرونس أكثر معناها كنا نحن أقرب للفوز. لازمنا نربحوا الماتش هذا فماش حتى حاجة أخرى إن شاء الله باش نفرحوا جمهورنا اللي باش يطلعوا إن شاء الله بعدات غفيرة وإن شاء الله نفرحوهم إن شاء الله. شنو غدو تعتقد إنه العامل المهم اللي قادي يساعد النجم على النجاح؟ والله جمهورنا معناها كي نلعبوا قدام جمهورنا كما ترى معناها كل ماتش نلعبوا قدام جمهورنا يبدا يشجعنا اكثر ومعناها فهمت وكل شيء ان شاء الله باش نربحوا غدوه ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. تكهنات بالنتيجه غدوه؟ والله ما عنديش تكهنات 90 دقيقه نجم يسرى فيها كل شيء اما الاكثريه معناها باش نربحوا ان شاء الله واثقين برواحنا ان باش نربحوا الفوز ان شاء الله. ان شاء الله. فراس لو انت مدافع مع نجم الساحلي غدوه زاده مطالب يسجل زاده يعمل دخله بيه في ماتش غدوه. ان شاء الله علاش لا معناها المدافع كما تراو معناها المدافعين بيفوات كل معناها تماركي تو معناها وتقدم اضافه للفريق القدام سيرتو ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله نربحوا ماتش وين تروا بوان وفرحوا جمهورنا ان شاء الله. شنو سبيتش في الفيسير باش الماتش ما يكبرش برشا على الملعبيه زاد؟ لا الماتشات الكل مهمين فماش ماتش كبير وماتش صغير معناها هذه معناها فاست بول فماش لا ماتش كبير لا ماتش صغير الماتشات الكل كيف وترو بوان كل مهمين ان شاء الله باش نترشحوا ان شاء الله. اليوم ترى ملعبيه خبره وترى ملعبيه شبان كيما القزيح في الكاش كيما انت للتيلي التوليفه هذيا النوايو هذيك باش تحكي عليها؟ والله جوارات الكبار معناها يعاونوا فينا يعطيو فينا من الاكسبيريونس نتاعهم معناها يعاونوا فينا يحكيو معانا ديما معناها وحدنا فهمت كيفاه يراك تغلط يصلح لك جوارات الكبار نتاعنا معناها كيما علي حمزه جلاسي شماخي فهمت عندهم اكسبيريونس يعاونونا برشا معناها فهمت حاجات كيما هذوما يعاونونا برشا انه الصغار تطلع معناها انا تطلع متمكنه فهمت. غدوه تروح جمهور زاده؟ بالطبيعه تروح جمهور كي نلعبوا قدام جمهورنا ديما خير من اللي نلعبوا مانيش مع جمهور. يجي غدوه الرادس 8 نتاع الليل كما قال سي عماد؟ يجي كما تعرف جمهور الاطوال معناها يجي وين تحبوا انتوما معناها في رادس في اي بلاصه معناها يجي وديما معاوننا وديما معانا ان شاء الله. تتكلم مليح في الكونفيرونس في التيران زاد تكور مليح؟ بالطبيعه مالك الكلام هو بالطبيعه ان شاء الله ما يراو مني كان الخير. شو خصالك في راس؟ ما قلتهمش. شو خصالك في اللعب خلينا نتعرفوا عليك؟ والله كما قال لك سي عماد بيفو اكسيال معناها نلعب برشا بوستوات ان شاء الله جمهور الاطوال ما يراو مني كان الخير بالطبيعه معناها الاغلاط تصلح منهم انه مش انه ضيعنا برشا فرص لازمنا معناها نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الفرص في الماتش الجاي باش نربحوا بواناتنا ونترشحوا الوالا ان شاء الله.